ادي الشيش وادي القرد. ادي اللي قافل لك الست خانات، وريني بقى هتعمل ايه. ماشي يا ريس. الو، ايوه مين؟ سيف؟ سيف مين؟ انا سيف بيه، عايز ايه؟ ما ينفعش بكره؟ طيب، طب اديني فكره على الموضوع. طب انا جاي لك. ايه راح فين؟ اوعى اتحرك ولا اشاط، انا رايح مشوار صغير وراجع لك. اهم زي ما هم اهم. اهم. انا مستنيك. ها؟ ماشي. باجي يا ابو الخير يا بيه. خليه يدخل بسرعه. اتفضل. ايه يا ابني في ايه؟ خير؟ عمال تقول لي لازم تيجي حالا والموضوع ما يستناش لبكره، في ايه؟ انا عايز سعادتك تهدى كده يا بهجت بيه وتسمعني لحد الاخر ارجوك. طب اتكلم، قول لي في ايه؟ انا قبلت الشرط اللي سعادتك فرضته عليا برغم عدم اقتناعي بيه، بس انا عشان خاطر بوسي اعمل اي حاجه. انت جايبني على ملا وشي عشان تقول لي الكلمتين دول؟ لا يا بهجت بيه، الكلام الاهم جاي. يا بهجت بيه، انا اتولدت في بيت محترم، اب وام ملتزمين الى اقصى الحدود، كل واحد فيهم بيقدر شغله ويقدس الواجب والمسؤولية. انت هتحكي لي على تاريخ حياتك؟ لا يا باشا، بس البداية مهمة عشان نوصل للنهاية. طب خلص بقى علشان ساب الطاولة مفتوحة والراجل انا بلعبه قاعد مستنيني. تشرب قصب؟ اشرب اي حاجة. خلصتي؟ ماشي. الو، ايوه مين حضرتك؟ ايوه عيشة هانم، انا النقيب سيف من اسم 6 اكتوبر. ايوه يا فندم مظبوط. الحقيقه انا ترددت قبل ما اكلم سعادتك، بس ينفع سعادتك تشرفيني شويه في الاسم هنا؟ ليه؟ في ايه؟ اصل بهجت بيه كان عندنا في موضوع بخصوص الحاج عبد العزيز جرب و... ايوه يا فندم، اصله عمل له محضر تاني وبعتنا لبهجت بيه عشان ناخد اقواله، بس وانا بتكلم مع بهجت بيه كده فجاه لقيته عرق وسخن وتقريبا كده حول، فانا قلت اكلم سعادتك عشان تقولي لي اتصرف ازاي. بهجت؟ يعني هو بيتكلم ولا مش دريان بروح؟ قول لي يا سيف بيه. لا يا فندم، هو مريح عندي على الكنبه جوه، بس حالته كرب بعيد عنك. يعني بيتوه كده يا فندم، بيقول كلامه وبعد كده ينسى، وكل ما يشوف كمان العسكري مصطفى يقول له حلاوتي قوي يا شيماء، فانا قلقت بصراحه وقلت اكلم حضرتك بدل ما ازعجهم في البيت. انا جايه حالا دلوقتي. حط يا ابني العصير قدام الباشا. يلا. عصير ايه؟ عصير ايه؟ انت بقالك ساعة بتتكلم وما خدتش منك جملة مفيدة. لما وصلت الإعدادية يا باشا، أبويا وأمي أصروا إن هم يجيبوا لي مدرسين خصوصيين، إنما أنا رفضت وقلت لهم أنا هعتمد على نفسي، وده اللي حصل. ذاكرت واجتهدت لحد ما أثبتت لهم إن أنا لك إيه؟ إعمل معروف، خش الكلية بقى وخلصني. إحنا بقالنا 3 ساعات ولسه ما خدتش الإعدادية. ربنا يخليك ليا يا بهجت ويحفظك يا رب، والنبي يا رب ما توريني فيه يوم وحش يا رب ابدا. خير ان شاء الله يا ست، ربنا كريم. والله لو خير لبصتك يا اسطى. ادعي له وربنا يستجيب دعاك ان شاء الله. يا رب يا رب. يلا بقى يا فرحتي. ايه شلبتي كل ده بس؟ ده شويه جمبري واستاكوزا عاملهم لك يستاهلوا بقك، ده بصوص الطرطار. بصوص الايه؟ صوص الطرطار ده دلوقتي وقته. وده بيتاكل ازاي ده؟ ابدا، بتشيلي راس الجمبري كده وتشيلي دير الجمبري كده وبعدين تفتحيها كده من النص. ايوه. وديها. ده مين الرخم اللي بيتصل بيا دلوقتي؟ دي عيشة. طب رد عليها احسن تكون تعبانة ولا حاجة. ايوه يا عيشة. اسمع يا شلبي، انت تلبس هدومك دلوقتي وتطلع على طول على اسم 6 اكتوبر عند النقيب سيف، اسبقني على هناك. اسمع اللي بقولك عليه. بهجت تعبان قوي يا شلبي، بهجت تعبان ولسه مكلمني بالاسم وقايل لي دلوقتي. اسمع يا شلبي، مش عايزة حد يعرف من الولاد ولا البنات، مفهوم؟ ولا حتى مراتك. في
في ايه يا شلبي؟ ما اديتهاليش ليه؟ لا مفيش، ده هي عايزاني اروح اتكلم معاها شويه. بقول لك ايه يا شلبي، انا عارفاك كويس، وشك قلب وانت بتكلمها. مالها مامي؟ يا ستي ما هي زي الفل اهي، يعني معقول تكون تعبانه او في حاجه يعني؟ ما تتكلم بقى يا شلبي، مالها؟ يوه مفيش حاجه فرح، مفيش حاجه. امال انت قايم تغير هدومك ليه؟ ها عيشه قالت لك ايه يا شلبي؟ وبعدين بقى بقول لك ايه، ما انت عشان تسيب الاكل وتنزل دلوقتي يبقى اكيد في مصيبه. سيبيني يا فرح دلوقتي، ولما ارجع هقول لك كل حاجه. طب وديني، ما انت نازل غير لما تقول لي. اتكلم يا شلبي. بهجة هو اللي تعبان يا فرح. دادي ابص ايدك وطي صوتك، مفيش حد في البيت ياخد خبر احسن عيشهم وصيان. ربنا يسترها معاك يا بهجة. طب انا هاجي معاك. طيب هنتسحب انا وانت واحده واحده من غير ما حد من العيال ياخد خبر، عيشهم وصياني حبيبي يا دادي. ما طيطيش بقى يا فرح، بقول لك عيشهم وصياني. واخدت الثانويه العامه. اخيرا خدت الثانويه العامه، الله يخرب بيتك. ده انا ما تعبتش في الثانويه العامه زي ما تعبت معاك. بس خدتها ازاي؟ خدتها بتعبي، بعرقي، بمجهودي. ما تسكت بقى، انت ما بتاخدش اجازات. وتخرجت سعادتك من كليه الشرطه وطلعت التاني على الدفعه. الاوائل عندنا غالبا بيخيروهم، بيخلوهم يختاروا المكان اللي يخدموا فيه. قالوا لي تروح فين؟ قلت لهم انا عاوز اروح الصعيد، انا عاوز ابقى ظابط بجد، عاوز اتمرمط. انت نمت يا باشا ولا ايه؟ دادي حبيبي انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس؟ انت كويس يا بابا؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ايه بهجة؟ انا كويس ما انا قدامك اهو كويس، في ايه؟ من روح ثلاث، حرام عليك يا شيخ. ايه يا شلبي سايبتني ماتش ريال مدريد وبرشلونه في نص الشوط الاول، حرام عليك يا اخي. يا اخي ده وقت مقالب، يا ده انا وهيجا لسه ما صرحناش يا اخي. ده ايه العيله دي؟ معيشه هي اللي قالت لي، يعني انا كنت عايز انزل، ده انا كنت عامل لك جمبري واستاكوزا الفرح. عشة ايه والساكوزة ايه؟ انا مش فاهم حاجة، انتوا اللي جابكم؟ بهجت حبيبي انت كويس؟ عيشة ده انا روحي راحت يا بهجت. انت روحي يا عيشة. يا بهجت سعادة الباشا. باشا ايه وباب ايه؟ الله، اللي بيحصل بالاسم ده هو احنا في جنينة الغرمان؟ مين دول؟ دول نسايبي يا باشا. لو انت اتجوزت لسه قريت فاتحة، وسعادتك ان شاء الله اول المدعوين في الفرح.